طبعاً أنا بعرفكم عن حالي. أول شيء دكتور محمد سراج، حاصل على ماستر في التعويضات الثابتة التيجان والجسور من جامعة حلب، وبكالوريوس في طب الأسنان من جامعة تشرين في سوريا. طبعاً حالياً أنا محاضر في كلية طب الأسنان في جامعة ابن حيان في العراق. طبعاً بالبداية سعيد جداً بلقائي معكم للمرة الأولى، وأيضاً بدي أتشكر الدكتور مازن اللي مهد لهي الفرصة لأنه نلتقي مع بعض، وإن شاء الله طبعاً ما بتكون آخر مرة. بدي أتشكر كمان الدكتور مازن على الجهد المميز اللي دائماً عم يقوم فيه لحتى يضل هذا المؤتمر الفريد من نوعه الحقيقة دائماً باستمرارية، وما خافي على حدا نهائياً الجهود اللي دائماً عم يقوم فيها. محاضرتي اليوم اللي راح أحكي عنها هي عن التحميل العظم الحاضن للذرعات، التحميل المتدرج وفق بروتوكول تعويضي خاص. طبعا الهدف من هذا البروتوكول هو زيادة خصائص العظم وبالتالي زيادة فرص نجاح الزرع واستمراريته مع المريض. بالبداية بدنا نحكي عن شيء معروف وبديهي لأي طبيب أسنان عنده ولو أفكار بسيطة عن الزرع، بأنه برين مارك حكى عن العظم والزرعة والأستو انتجريشن، الاندماج بيناتهم، وعن خصائص الاتصال الموجودة بيناتهم. هلا إذا بدنا نحكي عن العظم مما يتكون، يتكون من القسم الخارجي اللي هو عبارة عن العظم القشري، والقسم الداخلي أو العظم النقيوي أو الحويجزي أو العظم خلينا نسميه أحيانا بيتسمى البنيوي. طبعا هدول المكونين لأي عظم هن دائما بيعكسوا خصائص هذا العظم، وبالتالي بشكل أو بآخر بيعكسوا متانة العظم والمرونة وطريقة ويعني نوعية اتصال العظم بالزرعة، وأيضا الطريقة التي يتم نقل الإجهادات اللي بيتعرض لها التعويض ومنه إلى الزرعة ومنه إلى السطح الفاصل بين العظم والزرعة ونهاية وصوله إلى العظم. الآن بدنا نحكي بأمور قد تكون بسيطة ومن المسلمات يعني في زرع الأسنان، ولكن من خلالها بدي فوت على البروتوكول اللي بدنا نحكي عنه وأهميته. طبعا تأثير نوعية العظم على مقدار نجاح الزرعات، يعني ليش أو شو هي الأبحاث اللي نعمله على مر سنوات طويلة. العديد من الباحثين قاموا بأبحاث كثيرة حتى يثبتوا بأنه في علاقة بين نجاح واستمرارية الزرعة وبين نوعية العظم. طبعا وحدة أو قسم من هذا من هاي الدراسات حكت عن البون كواليتي، مثل الدراسة اللي تحدثت عن نسبة فشل 3.3% عند التحميل المبكر لمرضى الدرد الكامل، بالرغم من أنه كان عندهم good quality bone. الدراسة الثانية حكت عن 2.5% من فشل التحميل المبكر، من فشل الزرعة نتيجة التحميل المبكر، ولكن عند مرضى التعويض أو الدرد الجزئي. في دراسة ثالثة أيضا وصلت نسبة الفشل ل 3.9% أيضا عند بون كواليتي كان نوعا ما جيد، في دراسة عملت على 204 زرعات. هلا بالطرف المقابل إذا ردنا أنه نحكي مثلا عن الفشل اللي ممكن يكون مرتبط بنوعية عظم كانت غير جيدة غير مناسبة أو منسميها بالسوفت بون،
جونز مثلا حكى عن 3% من الفشل لما كانت نوعية العظم نوعا ما متوسطة، ولكن 28% وصلت هاي النسبة لما صار العظم نوعيته سيئة. انجويست كمان حكى عن 78% من الفشل للزرعات اللي كانت فقط عند مرضى يعني عندهم عظم كان نوعيته ما جيدة، وأيضا كانوا معوض لهم بالأجهزة الفوقية أو الأوفرينجرز. فريبرغ مثلا حكى عن 66% من الفشل اللي كان موجود في الفك العلوي الممتص مع نوعية عظم أيضا غير جيدة. في دراسة عملت على 5 سنوات لوحظ فيها بأنه 44% من فشل الزرعات كان في يعني لوحظ في نوعية عظم ما كانت جيدة. 44% كانت بالفك العلوي و35% كانت موزعة على كلا الفكين. سميدبيرغ مثلا حكى عن 36% من الفشل كان أيضا في نوعية عظم مانا جيدة. هيرمان وزملاءه أيضا حكى عن فشل زراعات، ولكن كان مرتبط بأمور لها علاقة بالمريض مثل الحالة العامة للجسم، أمور موضعية لها علاقة بالفكين، الفيتامينات، الهرمونات، إلى ما هنالك من الأمور اللي كانت خاصة بكل مريض. حكى أيضا بدراسة الحقيقة كانت موسعة جدا استمرت 3 سنوات لشنكتمان، حكى عن مقدار نجاح للزرعات، يعني وصل ل100% بمناطق محددة مثل الفك السفلي، منطقة الفك السفلي الأمامي، وتراجعت ل78% هاي النسبة بالفك العلوي الخلفي. يعني هاي الدراسة بطريقة أخرى فينا نقول ربطت بين الزرعات ونوعية العظم الحاضن لها. وإذا ردنا مثلا نشوفها فنلاحظ هون إنه مثل ما حكينا توزعت بين تقريبا 78% نسب البقايا. أنا عندي عم بحكي عن 22% من الفشل في الفك العلوي الخلفي، ووصلت إلى 100% بالفك السفلي الأمامي، مع توزيع يعني مختلف لنوعية العظم في بين هاي المناطق. طبعا بيناتهم كان في نسب تقريبا من 92% 94% اختلفت حسب منطقة الفك. معناها نحن ممكن نقول بأنه نوعية العظم تؤثر على نجاح الزرع واستمراريته. طبعا في عوامل تانية، ممكن انه يكون هون في وجهة نظر اخرى انه في عوامل تانية. اوكي، في عوامل تانية اكيد بتساهم بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، مثل مثلا الطريقة الجراحية اللي عم تنعمل فيها، الاعتبارات البيوميكانيكية الموجودة، امور خاصة بالمريض، مثلا السيستم الزرع اللي عم نشتغل فيه، امور كتيرة عديدة. ولكن هون احنا عم نحكي بشيء محدد اللي هو علاقة نجاح الزرع بنوعية العظم، بخصائص العظم الحاضن لها. وبالتالي بدنا نوصل بالأخير لطريقة لحتى نقدر نعمل بروتوكول تعويضي معين لحتى نقدر نزيد من فرص نجاح الزرعات. هذا الموضوع اللي عم بحكي عنه حكى عنه كارل ميش بمفهوم سماه ب 1980 بالتحميل المتدرج او التحميل المستمر. يعني ما تحميل دفعه واحده او تحميل مباشر للتعويض فوق الزرع. انطلق ب 1980 من تشبيه العظم للعضلات.
اللي مثلا العضلات، الناس اللي بتلعب مثلا بودي بيلدينج تعرف انه العضلة كل ما حفزناها ممكن انه تتطور خصائصها، يزيد حجمها يعني. وبالتالي العظم حكى عنه مش بانه تماما مثل العضلات، انا فيني اذا حفزته باستخدام التحميل المتدرج فانا ممكن انه احسن من خصائصه يعني. بالمجمل البروتوكول بشكل اساسي انوضع ايضا من قبل مش بال 88 يعني بعد 8 سنوات. هذا البروتوكول تضمن خطة المعالجة محددة، أيضا اختيار أنواع محددة أو أمور محددة من الزرعات، وأيضا الطريقة الجراحية، أيضا حكى عن فترة شفاء لازم تتاخد ب يعني أمور محددة فيها، أيضا حكى عن تحميل التعويض فوق الزرع. عمل دراسة على 346 زرعة ب 104 مرضى، ووصل لنسبة نجاح 98.9%. طبعا بوضع الزرعات بطريقة أو حسب التو ستيج. مثل ما احنا شايفين هاي إحصائية لنسب الفشل، مش كان عنده بدراستين 0% نسب الفشل، وبدراسة 1% مثلا كلاين كان عنده 1%. ما تبقى اللي ما استعملوا التحميل المتدرج، قد يكونوا استعملوا التحميل المباشر بغض النظر كان التعويض أو التحميل مباشر بعد الزرع أو بعد فترة مثلا 3 شهور أو 6 شهور حسب يعني كل حالة بذاتها، ولكن نسب الفشل كانت معتبرة عندهم. الآن إذا بدنا نحكي عن موضوع سبب تغير نوعية العظم، يعني نحن بجسم الإنسان العظم ما هو متشابه كخصائص يعني، لا شكلية ولا فيزيولوجية ولا كمكونات، ولا في دائما اختلاف نوعية العظم. في عام 1887 ميير حكى بشكل يعني مفصل عن الطريقة الهندسية خلينا نسميها اللي توزع فيها العظم الحواجزي في الفخذ. حكى عن هذا الموضوع بشكل مفصل. هلا ب 1888 يعني بعد سنة، كولمان أيضا حكى عن التشابه بين النموذج أو هندسة العظم الحواجزي في الفخذ وبين الإجهادات أو اتجاه الإجهادات اللي عم يتعرض لها هذا الفخذ، وبالتالي أنا القوة أو الإجهادات اللي عم يتعرض لها أي عظم عم تترجم بتوزع معين للعظم الحواجزي. فينا نقول نحن معناها انه العظم لما ما بيتحفز بشكل مناسب فممكن انه كتلته او حجمه خصائصه بشكل عام ممكن انه تقل. هذا الكلام مثبت عنا نحن في عظم الفكين، كلياتنا بنعرف شو ممكن يصير من امتصاص واختلاف في مكونات وبنية العظم لما بيصير عنا اكستراكشن، لما بصير في عندنا قلع للاسنان، وبالتالي بنحصل على شيء اسمه يعني عدم تحفيز، يعني هذا العظم ما عاد منشط او ما عاد مستخدم في المضغ بغياب الاسنان. هلا من ناحية أخرى العظم أيضا ممكن إنه يكون في له رياكشن بسبب زيادة الإجهادات يعني، ولكن ضمن الحدود الفيزيولوجية. هاي الرياكشن عم تكون ضمن الدنسيتي، عم تكون بزيادة الدنسيتي للعظم. هاي التغيرات البنيوية
بشكل واضح يعني كانت بسبب التغيرات الموجودة بالفك يعني. ونحن عنا بالفك العلوي والفك السفلي إذا درسنا مكونات هالفكين هدول، توزع العظم القشري وتوزع العظم المقيوي وطريقة التوزع واختلاف يعني خلينا نسميها السمات الشكلية للعظم المقيوي، وبالتالي انعكاسها مثل ما حكينا بالبداية عن المتانة والمرونة وطريقة نقل الإجهادات، هذا الكلام مترجم عنا بالفك العلوي والسفلي. كيف مترجم عنا؟ مترجم عنا انه نحن عنا الفك السفلي هو يعني عبارة عن وحدة مستقلة، ما أنا مثل الفك العلوي، ما أنا مثل ما أنا متصل بعظام محيطة مثل ما موجود عنا بالفك العلوي، وبالتالي هو كتصميم ميكانيكيا إذا فينا نقول هو عبارة عن وحدة امتصاص للقوى وليس ناقل للقوى، على عكس الفك العلوي اللي هو متصل بعظام الجمجمة وبالتالي هو عبارة عن وحدة نقل أو يعني إيصال للقوى اللي بيتعرض لها هذا العظم ضمن الفك. بالصورة عنا كمان واضح الطريقة. أيضا في عنا بالفك العلوي بنلاحظ بأنه القوة عم تنتقل من الفك العلوي باتجاه مثلا النتوء الوجني باتجاه العظم الجبهي. إذا في عندي وظيفتين مختلفات، هذا الكلام انعكس ب على مكونات العظم وعلى الطريقة اللي موجود فيها كلا العظمين القشري والحويجزي. فمنلاحظ انه بالفك السفلي مثلا في عندي عظم يحتوي على عظم قشري سميك يعني موجود ب يعني احد المكونات المهمة بالفك السفلي خاصة بالمنطقة الأمامية، على عكس الفك العلوي مثلا اللي بيكون المكون الأكبر فيه هو العظم الحويجزي أو النقيوي. نوفيلد كمان بدراسة لاحظ بأنه العظم عم يكون أكثر كثافة حوالي الأسنان وأكثر كثافة عند يعني قمة هذا العظم مقارنة مع المنطقة الزراوية حوالي ذرة الأسنان. طبعا السبب طبيعي القوة التي يتعرض لها وطبيعة الإجهادات التي يتعرض لها هذا العظم بين قمة العظم وقمة نتوء السنخي وبين الذرة، معناها في عندي أنا رياكشن عم يكون واضح، عم نحكي ناتشرال يعني بشكل طبيعي، عم نحكي بين عند الإنسان اللي عنده أسنان وعم طبيعي ما عندي برفانش ما عندي أي إشكالة، هذا هو التوصيف الطبيعي اللي عم يكون للعظم. المراد من هذا الكلام نحن إنه نبرهن بإنه في عندي تحفيز معين عم يصير لهذا العظم نتيجة طبيعة القوى أو طبيعة الإجهادات اللي عم يتعرض لها. تصنيف العظم عظم الفكين بناء على النوعية أو الكثافة عم يكون نحن بنعرف كلياتنا تصنيف مش، أيضا في تصنيف مش تصنيف شهير ومنتشر بيعرفوا كل أطباء الأسنان، أيضا في عندي الحقيقة حبيت أذكره أنا تصنيف آخر لفروست وروبرتس بيحكي عن أصناف أو أنواع العظم في الفكين بوجود الأسنان. الصنف الأول الحقيقة هو اللي بيكون اللي بيكون العظم النقيوي اللي خلينا نسميه الناعم أو قليل الكثافة. الصنف الثاني هو العظم النقيوي الكثيف. الصنف الثالث هو العظم القشري الغربالي، والصنف الرابع هو العظم القشري الكثيف. التصنيف مش اللي كلياتنا بنعرفه من الدي 1 الى الدي 4. الدي 1 هو العظم اللي بيحتوي على عظم قشري كثيف، اغلب مناطق تواجده مثل ما بنعرف في المنطقة السفلية الامامية. الدي 2 يحتوي على عظم قشري
غربالي موجود بسماكة معتبرة مع عضل حواجزي يكون قليل. هذا الديتو متواجد وشائع في كلا الفكين العلوي والسفلي، ولكن متواجد بكثرة في الفك السفلي. الدي 3 أيضا متواجد في المنطقة العلوية الأمامية، يحتوي على طبقة رقيقة من العظم القشري الغربالي مع طبقة أو مع عظم حواجزي موجود بكثافة أو بحجم كحجم جيد، وانتهاء بالدي 4 اللي متواجد بالمنطقة العلوية الخلفية اللي بيكون هو عبارة عن عظم حواجزي كبير. مثلا هذا النوع من العظم هو الدي 2، الدي 3، واخيرا الدي 4. الان لماذا نعتمد على تصنيف، او لماذا هناك ارتباط بين العلاج بالزرعات السمنية مع نوعية العظم؟ اذا ربطنا بداية بين متانة العظم وبين النوعية أو الكثافة، دائما كثافة العظم هي تعطي الانطباع السريري للعظم، واللي بياخذ في بعين الاعتبار طبيب الأسنان لما بده يقوم بوضع الزرعة. طبعا مش حكي عن خصائص العظم الحواجزي اعتمادا على تصنيفه، يعني ربط بين متانة العظم وبين نوعيته، فشاف بأنه كل يعني ما زاد احتواء العظم من العظم، كل ما زاد احتواءه من النوع القشري الكورتيكال، فعم تزيد متانة هذا العظم يعني من دي 1 نزولا إلى دي 4. الآن مرونة العظم أيضا ترتبط بشكل مباشر كثافته، ف ايضا رح نشوف هلا دراسه توزعت فيها ايضا كان لدي 1 ودي 2 يعني مرونه اكبر من العظم الدي 3 والدي 4. الحقيقه في هون نقطه يعني حابب انه اوضح لها، بانه مرونه العظم مختلفه عن مرونه التيتانيوم. العظم اكثر مرونه اذا التيتانيوم اللي مصنع منه الزرعة تعرض لأي إجهاد. الانفعال خلينا نسميه بالتيتانيوم رح يكون أقل من العظم المحيط بالزرعة، السبب طبعا بأنه العظم أكثر مرونة. هذا الموضوع بيخلي الإجهادات تنتقل من التعويض إلى الزرعة إلى المنطقة الفاصلة بيناتهم وإلى العظم. لما بيكون في عندي رياكشن أكبر عند العظم، وبالتالي هذا الموضوع ممكن أنا يخلق لي إجهاد يسمى أو انفعال، أنا بسميه انفعال ميكروي موجود في العظم. هلأ لما بدها تزيد هاي الإجهادات عن الحد الفيزيولوجي المسموح فيه، رح تترجم هاي القصة أو هاي الحالة رح تترجم بامتصاص العظم، رح يكون خارج عن الحدود الفيزيولوجية، وبالتالي بداية فشل للزرع. أيضا مثل ما حكينا مش ربط بين موضوع المرونة وموضوع نوعية العظم، فشاف إنه ديتو كان أفضل الأنواع. الآن كثافة العظم ونقل الإجهادات، عم يقول إنه فقدان العظم القشري بعد التحميل ممكن يكون نتيجة القوى الزائدة عن الحد الفيزيولوجي. في عنا دراسة لمنز حكى فيها عن فقدان العظم حوالي الزرعات بعد 6 أشهر من التحميل، شاف بأنه دي 1 هو الأقل ودي 4 هو الأكثر خلال 6 أشهر من التحويل. أيضا التحميل عفوا مش وبيتس شافوا في عام 1990، واعتمادا على التحليل العناصر المنتهية، بأنه عندي اختلاف بين
الامتصاص وطريقة نقل الإجهاده وبنوعية العظم. الآن إذا بدنا نحكي عن موضوع التحميل المتدرج، لما أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع بدي أعطي دليل. في عنا دراسات سريرية كتير صارت عن هذا الموضوع. في عنا مثلا بعض الدراسات حكت عن زيادة نوعية العظم الحويجزي حوالي حول الزرعات بعد تطبيق التحميل المتدرج في زرعات وضعت عند القرود. نحط ست زرعات، في عندي ثلاث زرعات حملت بشكل متدرج وثلاث زرعات لم يتم تحميلها. بعد 15 شهر يعني عملت الدراسة ولوحظ بأنه الزرعات اللي حملت بشكل متدرج زادت فيها نوعية العظم وكثافته. في دراسة لا مش على 250 زرعات، دراسة استمرت تقريبا سنتين، استخدم فيها التحميل المتدرج وقيم بشكل سريري باستخدام البريو تيست. طبعا البريو تيست كلياتنا بنعرف هو أداة ممكن انه تقيس الحركة السريرية للزرعة، ممكن انه تعطيني قيمة عددية لحتى تبرهن لي على ثبات هاي الزرعة. الحقيقة كانت الدراسة جدا مستفيضة وموسعة، ما رح طول كتير بشرحها، فيكن تشوفوها بشكل مفصل، لكن الخلاصة كانت بانه الدي 1 هو كنوع عظم حاضن أو مستضيف لهي الزرعات كان عنده قيم ثبات أكبر كقيم. يعني نلاحظ بالديون مثلا من ناقص 8 إلى ناقص 3 قبل استخدام التحميل المتدرج، بينما بالدي 4 كانت من ناقص 2 للزائد 6. أكثر القيم تكرارا كانت في 60 زرعة من أصل 100 بين ناقص 7 إلى ناقص 5 في الدي 1، بينما بالدي 4 كانت عندي من 0 إلى بلس 1 في 42 زرعة. وبالتالي أيضا بعد التحميل المتدرج كانت بالدي 1 من ناقص 8 إلى ناقص 4، بينما في الدي 4 كانت عندي من ناقص 4 إلى زائد. وبالتالي كان في هناك تأثير معتبر للتحميل المتدرج. أبليتون أيضا قيم التغيرات اللي صارت في العظم كنتيجة للتحميل المتدرج. استعمل 13 زرعة معالج صفحة بالهيدروكسي أباتيل، كانت زرعات أسطوانية في 10 مرضى. الآن المجموعة المراقبة أو الكونترول جروب عوضت بعد 6 أشهر من يعني فترة الشفاء، نحط عنا مثل سيراميك كراون بشكل مباشر وبدون أي تعديل عنه. أما المجموعة التجريبية فتحملت بشكل متدرج وتم استخدام التعويض الكريلي، بغيت أنه يتم التعديل عليه لحتى تكون نحصل على التحميل المتدرج. اللي استنتجوا بهي الدراسة بأنه فقدان العظم المحيط بالزرعة كان له في المجموعة التجريبية اللي حملت بشكل متدرج بعد شهرين هذا الامتصاص كان 0.13 ملليمتر، بينما في المجموعة المراقبة كان 0.31 خلال شهرين. خلال 4 شهور كان 0.18 في مجموعة التحميل المتدرج، بينما كان 0.35 في المجموعة التجريبية. إذا بنلاحظ بأنه التحميل المتدرج كان يعني أقل امتصاصا فيه للعظم. وباستخدام تحليل تقنية تحليل التصوير الرقمي أيضا وجد بأنه في زيادة لكثافة العظم في حول الزرعات اللي استخدم فيها التعويض أو التحميل المتدرج فوق التعويض. الآن في فكرة نحن بلشت فيها أنا المحاضرة، الفكرة هي بأنه
نوعية العظم ما هو يعني السبب لفشل أو نجاح الزرع. في عندي عوامل تانية، ولكن إذا حكينا بشكل خلينا نقول حيادي، فنوعية العظم أمر مهم ويحدد نجاح الزرعة، حتى لو أخذ بعين الاعتبار عدد الزرعات، مكان الزرعات، شكل الزرعات، الاعتبارات الأطباقية فوق الزرع، البروتوكول الجراحي المستخدم، مفهوم التحميل المتدرج بيخدمني بشغلة، بأنه بيسمح للعظم بأنه يتأقلم أو يتكيف مع زيادة الحمولة البيوميكانيكية اللي عم يتعرض للتعويض، وبالتالي الزرع، وبالتالي السطح الفاصل بيناتهم. إذا بدي أحكي عن بروتوكول التعويض أو التحميل المتدرج اللي وصلنا له الآن، فهو عبارة عن 5 عناصر بيتألف منها. أولاً بدي آخذ بعين الاعتبار الفواصل الزمنية، يعني الفواصل الزمنية اللي عم أفصل فيها بين فترة بين الزرع وبين بداية التعويض، وأيضا فترات الجلسات التعويضية بين بعض البعض. الموضوع الثاني هو النظام الغذائي، الموضوع الثالث هو المادة التعويضية اللي أنا عم بستخدمها، كريل، معدن، خزف إلى آخره. الموضوع الرابع هو الأطباق أو التماسات الأطباقية بين التعويض فوق الزرع وبين الفك المقابل. الموضوع الأخير هو تصميم التعويض. الحقيقة إذا بلشنا ببداية هذا الموضوع، حأسرد بشكل سريع هال5 عناصر شو بقصد فيها، مع يعني تدقيق أو مرور سريع على أنواع العظم، كل واحد كيف نتصرف معه. بالنسبة للوقت مثلا، نحن كلياتنا بنعرف بشكل خلينا نسميه شائع ومنتشر بين كل الأطباء، إنه أنا لما بحط زرع على فك سفلي أنا ممكن خلال 2 أو 3 شهور بالحالات التراديشنال أنا ممكن إنه أعوض، بالفك العلوي بدي 5 شهور 6 شهور أو أكثر من هيك. هذا الزمن الموجود بين وضع الزرع وبين إذا كنت عم بحكي عن يعني بحط الزرع بتكنيك التو ستيج، هذا الموضوع الشائع. الآن هون لما بدي استخدم بروتوكول التحميل المتدرج أو المستمر، فأنا لازم حدد هذا الوقت، حدد هذا الوقت بين هالفواصل اللي حكيت عنها بناء على كثافة العظم أو بناء على نوع العظم اللي عم حط في الزرع. يعني بشكل بطريقة أخرى فيني أقول إنه كل ما انتقل العظم من الدي 1 الى الدي 2 الى الدي 3 الى الدي 4، فانا بدي زيد هذا الوقت. يعني مثلا دي 1 انا ممكن بعد 3 شهور اني عود، دي 2 بعد 4 شهور، دي 3 بعد 5 شهور. هلا انا ممكن لاقي مثلا عم بزرع على فك سفلي، ممكن تكون نوعية العظم دي 3، ممكن تواجهنا هيك حالات. معناها انا ما لازم اقول كوني عم اشتغل عم بشتغل على فك سفلي وبالتالي لازم اعوض بعد 3 شهور، لا، انا هون عندي نوعية العظم من النوع دي 3، وبالتالي انا بزيد فترة الشفاء، خلينا نسميه، او الفترة الفاصلة او فترة الاندماج العظم الفاصلة بين وضع الزرع وبين التعويض فوق الزرع، دي 4 ممكن تكون 6 شهور او اكثر من ذلك. في عندي 4 خطوات تعويضية أنا بدي استخدمها، سواء كان المريض مريض درد كامل أو مريض درد جزئي. الخطوة الأولى هي بحط فيها الأباتمنت، بحضر الأباتمنت حتى آخذ طبعة نهائية، وبحضر التعويض المؤقت خاصة في المناطق التجميلي. هلا الجلسة الثانية رح أعمل فيها تجربة المعدن وأخذ العظة. التجربة الثالثة هي الوضع المبدئي، أو خلينا نسميه التجريب للتعويض النهائي. الخطوة الرابعة هي التقييم النهائي ومراقبة الصحة الفموية. هلا كفواصل زمنية بين هال 4 خطوات اللي أنا عم بحكي عنها،
لما بيكون عندي العظم من النوع D1 فأنا مثل ما ذكرت بحاجة إلى فترة شفاء 3 أشهر عفوا سوري بفواصل بين الجلسات الأربع اللي حكينا عنها الماضية. لازم تكون واحد أسبوع وبفواصل 3 أسابيع ريكونستراكشن أي بفترة 4 أشهر حتى أقدر أنا أنهي موضوع التعويض للمريض فوق الزرع. بينما بديته بنلاحظ بأنه رح تزيد هاي الفترة، يعني فترة الشفاء أو حتى أبلش أنا أعوض للمريض أنا بحاجة 4 شهور إلى 6 شهور في الديفو. فواصل بين مواعيد الجلسات عندي 2 أسبوع مثلا بالديتو، 3 أسابيع بالدي 3 كفواصل بين الجلسات وهكذا. بالنسبة للنظام الغذائي اللي بدي مشي عليه المريض ضمن هذا البروتوكول، فدائما بدنا نحط المريض ب يعني صورة انه يتجنب المكان اللي تم فيه الزرع، انه هون هاي المنطقة هي منطقة جرح جديد بدك تتجنب انك تضغط عليه، وخاصة لما بدي استعمل نون ستيج. نوعية الطعام اللي ممكن ياكله المريض بهي الفترة هو مثلا الأطعمة اللينة، الأطعمة الطرية مثل السمك، مثل المعكرونة إلى آخره. طبعا هذا الكلام بيستمر من اللحظة اللي بلش عوض فيها، يعني بحط التعويض المؤقت إلى الوضع الأولي أو التجريبي للتعويض النهائي. بده يضل المريض على هذا النظام الغذائي. هلا بعد ما احط انا التعويض النهائي بشكل تجريبي، انا ممكن اخلي المريض ياكل اللحوم. بعد التقييم، بعد ما اقيم التعويض بشكل او خلينا نسميه مكون التعويض اللي هو الزرع والتعويض والاباطمنت الى اخره والنسج المحيطه فيه، بعد جلسه التقييم النهائي انا ممكن اخلي المريض ياكل الخضروات، وفي النهايه ممكن نخلي المريض يرجع لنظامه الغذائي الطبيعي بعد ما اكون انا قيمت كل الامور المتعلقه بالاطباق، بالوظيفه، حددت نوع السمنت، يعني ثبتت التعويض بشكل نهائي وكامل. الماده الاطباقيه اللي ممكن انا استخدمها للتحميل المتدرج هي الكريم لأكثر من سبب. أولا قابليته للتعديل، رخص ثمنه، في عندي خاصية جدا جدا مهمة اللي هي أنه إذا في عندي أنا تعويضين، واحد مصنوع من معدن أو من خزف والآخر مصنوع من كريم، تعرضوا لإجهادات، هاي الإجهادات بدها تنتقل للمكونات التعويضية الأخرى من الأباتمنت إلى الزرعة، إلى السطح الفاصل بين الزرعة وبين العظم. الآن لما بيكون أنا مادة التعويضية هي عبارة عن إكريل، الإكريل بيتمتع بشيء اسمه lower impact force، يعني طريقة نقله للقوى بتكون أقل أو بتكون أخف على الزرع على عكس العظم الخزف أو المعدن. وبالتالي هاي الخاصية ميكانيكيا أنا بتخولني بأنه يعني استخدمه في هذا البروتوكول التعويض. هلأ حكما لما بيكون عندي حالات سبيشال شوي مثل وجود البارا فانكشن أو الكانتيليفر، يعني التجميح، فلازم تتاخد بعين الاعتبار والطبيب يقدر هذا الموضوع بأنه يزيد فترة السوفت دايت والفترات اللي بيستخدم فيها الإكريل كمادة تعويضية نتيجة وجود هدول الموضوعين. كأطباق الأطباق غائب
كليا في الفترة الأولى، حتى لو اضطريت أنا لدواعي تجميلية بأنه أعوض بالتاج أو بالجسر في منطقة تجميلية، فأنا ما بخلي يكون في موجود إطباق عليه. لازم كتير ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. أيضا التعويض المؤقت اللي عم حطه يعني بمكان ما فيه حتى حالة تجميلية بفترة من الفترات، في الستيب 2 أنا بدي أحط تعويض مؤقت بشكل مبدأ، مثل ما بنشوف هلا لما بنحكي بشكل مفصل شو بدنا نعمل بكل جلسة. أنا ما لازم غير الإطباق عنه. الآن ممكن إنه أنا أحط أو أخلي التعويض النهائي لما بحطه بشكل تجريبي، ممكن إنه يعني بالستيب 3 ممكن أنا إنه أخلي التعويض يدخل ضمن الإطباق، ولكن بشكل مشابه ل مفهوم الأطباق، أو هذا التعويض يكون مضبوط وفقا للأطباق الحامل للزراعات الـ IBO. إن شاء الله بنحكي عليه بفترات قادمة بشكل مفصل. هو عبارة عن 11 أو 12 اعتبار أطباقي لازم يتاخذ بعين الاعتبار لحتى أحقق شيء اسمه الـ IBO أو الأطباق الحامل للزراعات. بكافة الأحوال لما بيكون عندي أنا كانتيليفر أو بارا فانكشن أو أي مشكلة، مثلا فشل سابق للزرع عند المريض لأي سبب إن كان، أنا ممكن إنه ما أخلي إطلاق على القطع المجنحة على سبيل المثال. الآن تصميم التعويض، أنا ممكن أستخدم الطرق اللي كلياتنا بنعرفها، مثلا مثل مكيفات النسج الرخوي، او بعمل شيء اسمه ريليف بالفترات الاولى او مرضى الضرر الكامل خلال مثل ما حكينا خلال التعويض المؤقت الاول. انا ما مطلوب مني انه اعمل اطباق، او حتى ما مطلوب مني انه اعمل تجميح، خاصة بالمناطق الغير تجميلية. يعني انا لما بيكون خطة التعويضية مبنية على اساس انه في تجميح، فأنا لما بعمل التعويض المؤقت الأولي أولا أنا ما بعمل عليه مثل ما حكينا أطباق لما حكينا عن الأكلوجر، كمان بالمقابل ما بعمل تجنيح، ما في داعي لأنه هذا التعويض رح ينشال، وبالتالي ما في داعي أعمل أي شيء ممكن أنا يزيد اللود عندي على التعويض وبالتالي منه إلى الزرع والعظم. الآن في التعويض الكريلي الثاني، المعدل اللي بلش يدخل على الاطباق ممكن يكون يعني الاطباق موجود ومشابه ل التعويض النهائي الخزفي اللي انا بدي احطه كاطباق عم بحكي، او كشكل او كهذا، ولكن وفقا للاي بي او اللي حكينا عنه. الان اذا بدنا نحكي بشكل مفصل كل جلسه انا شو ممكن اشتغل ضمن التعويض او التحميل المتدرج، مثل ما كلنا بنعرف الفتره الاولى هي او المرحله الاولى هي عمليه كشف الزرعات، انشاء صور شعاعيه، اختبار ثبات هي الزرعات، السماح للنسج بالتكيف والشفاء، وضع دعامه الشفاء. الشيء اللي بدنا نحكيه بانه لما بدي استعمل هذا البروتوكول فلازم انا استعمل التعويضات المثبتة بالاسمنتات، وهذا الجدول طبعا بيوضح كل الكلام السابق اللي حكيناه حسب الستبس التعويض اللي انا عم بشتغل عليها. فمثلا كنظام غذائي، كمادة تعويضية عم بشتغل عليها، وكضبط اطباقي لإله. لما مثلا نكون عم نحكي عن مريض بتعويض او بدرد جزئي، فالزياره الاولى رح احاول اسرد سريعا شو بينعمل بكل زياره. فالزياره الاولى مثل ما حكينا هي عباره عن كشف الزرعه وفحص ثباتها وإجراء صور شعاعيه
لا توضيح للمريض أنا شو بدي أشتغل بالفترة القادمة، أعطاء التعليمات اللي لها علاقة بالدايت أو بالفترات اللي بدي أشتغل عليها. أيضا ممكن أنا أنه أخذ الطبعة الفاينل امبريشن، وأنه أعمل التعويض المؤقت اللي ممكن نعمل بشكل مباشر ضمن العيادة، أو يكون جاهز وكيفه بالإكريم. هاي التفاصيل مثل ما عم نشوفها اللي ممكن نحن نكون عم نحكي فيها هلا. هون أحد الانتقادات الموجهة لهذا البروتوكول هو إنه زيادة عدد الجلسات، يعني المريض ممكن يدخل بحالة من الملل، عدم الالتزام، إنه ليش هذا الطبيب عم يشتغل معي بهي الطريقة. الحقيقة ممكن نحن بأسلوب مبسط إنه نشرح لهذا المريض بأنه أنت حاط، يعني عملت زرعة ووضعت زرعة ضمن عظم، وبالتالي هذا العظم أنا ممكن شبهه ل أي عظم موجود بالجسم تعرض للكسر. هذا العظم، عظم الذراع أو الإجر أو أي شيء، تعرض للكسر، وبالتالي بده فترة لحتى يقدر ينشف. أنت ما فينك مثلا إيدك إذا مكسورة إنه مباشرة تستخدمها تشيل فيها تحط فيها أو تشتغل فيها، وتعرضها لإجهادات، تعرضها لقوة مثل الإيد اللي ما فيها شيء. هون أنا عندي نفس الشيء، أنا بدي نوعية العظم عندك مانا جيدة، هذا الموضوع أنا ما لي علاقة فيه، ولكن أنا علاقتي بالموضوع بأنه اشتغل على هذا العظم لحتى أقدر أنه اشفي لك إياه وخليه قوي كفاية لحتى يأمن لي نجاح واستمرارية للزرع اللي أنت حطيته. يعني بشكل آخر، إحنا إذا ما اشتغلنا بهي الطريقة أنا ممكن نكون عم نخاطر بعمر الزرع. مثل ما حكينا بالجلسة الأولى، أنا بعد اختياري للدعامة ممكن أنا أحطها ضمن الزرع مثل ما شايفين. أيضا أنا ممكن اختار المادة التعويضية، ممكن استعمل التراكشن كود. هاي أمور ما بدنا ندخل بتفصيلات كتير. وأيضا باخذ الطبعة النهائية، وممكن آخذ العلاقة أو العضة، العلاقة بين الفكين أو العضة نحن بنسميها، لحتى يصير كامل الشغل جاهز وجاهز لإرساله للمخبر لحتى يقوم الفني الأسنان بالتجهيز التعويض المرحلة الثانية والتعويض النهائي. طبعا ينصح بأنه يتم تثبيت التعويض المرحلي الأول بأكسيد الزنك الغير حاوي على الأوجينول، ومثل ما حكينا بنرجع نذكر بأنه الأطباق غائب تماما في هذه المرحلة. بعد الجلسة الأولى ما تخلص نبعث المريض. قديش الوقت الفاصل؟ مثل ما حكينا سابقا عم حاول أربط الأمور كلها ببعضها. أنا يفترض حسب نوعية العظم حدد للمريض النظام الغذائي اللي بده ياكله، وحدد له موعد الجلسة القادمة بناء على نوعية العظم اللي موجودة ضمن الزرعة. بهي الأثناء بيكون المخبري فني الأسنان جهز لي المعدن وصار جاهز لحتى قوم بتجربته في الجلسة الثانية. عودة المريض مثل ما حكينا من 1 لـ4 أسابيع. ينصح طبعا بهي الجلسة بأنه ما يتم تخدير المريض، طبعا السبب بأنه يكون في يعني المريض حاسس وقادر أنه يضغط عصبيا الفك السفلي، وبالتالي قادر انه ارجع اتاكد مره ثانيه من العلاقه بين الفكين، وبالتالي برجع باخذها مره ثانيه. ما برجع باخذها اذا بدنا ندخل شوي بامور تفصيليه تعويضيه، فمثلا ممكن استخدم الفيسبو بهي المرحله،
أو ممكن أخذ الطريقة التراديشنال العادية البسيطة اللي ممكن أخذ فيها العلاقة بين الفكين. بهاي المرحلة بعد ما جربت أنا معدن التعويض النهائي اللي بدي استخدمه، اللي افترضنا بأن التعويض اللي أنا عم استخدمه هو الميتال سيراميك ريستوريشن، ف بهاي المرحلة بيكون الطبيب جهز التعويض المرحلة الثانية اللي أيضا مصنوع من التعويض، عفوا مصنوع من الإكريل. هون أنا ممكن بقى إنه إما أصنع تعويض إكريلي جديد معدل، يعني هو الفرق رح يكون إنه السطح الإطباقي له معدل بحيث إنه أقدر باشر بالإطباق على الفك المقابل، ولكن ب يعني ممنوع يكون عندي موجود الكانتيليفر إلا إذا كان في دواعي تجميلية. مثل ما شايفين هون في عندي إطباق على الفك المقابل. إذا دخلنا شوي لمفهوم إطباق الاي دي او والإطباق الحامي للزرعات، فأنا يفترض يكون عندي إطباق على هذا التعويض فقط في لما بتكون عندي القوى الإطباقية قوية شديدة. في عندي أنواع من الارتكوليتر شيت أو الورق العض، هاد بيكون في له سماكات مختلفة لحتى يضبط لي أو يفرق لي بين القوى الإطباقية الشديدة وبين القوى الإطباقية الخفيفة. وإذا ردنا ندخل نحن بشكل يعني تفصيلي ضمن مفهوم الـ IBO والإطباق الحامي للزراعات، فأنا لازم أحرص على أنه الإطباق يكون على الزراعات موجود فقط في حالة القوى الإطباقية الشديدة. المرحلة المخبرية الثانية، أنا ثبتت التعويض المرحلة الثانية اللي حكينا انه فيه اطباق بس ما فيه تجنيح، واذا اضطريت رح اعمل تجنيح لاسباب تجميليه فيفترض يكون الاطباق غائب عنا، لانه انا ايضا ضمن مفهوم الاي بي او لما بدي يصير عندي اطباق على الكانتيليفر على القطع المجنحه فهي رح تصل للزرعه على شكل قوى او اجهادات مؤذيه رح تكون. الآن المخبري عم يشتغل بالمرحلة الثانية، إذا افترضنا أنه التاج عندي أو الجسر هو خزفي معدني، فيفترض أنا أوجهه لأنه يقوم بضبط الإطباق حسب الـ IBO أو الإطباق الحامي للزرعات. أيضا ضمن واحدة من مفاهيمه بأنه وجه دائما أنا الإجهادات الإطباقية إنه تكون ضمن محور الزرعة أو بعيدة عنه من 1 إلى 2 ملي، ما أكثر من هيك، لأنه وقتها أنا بكون دخلت بشيء اسمه تجنيح ضمن القطعة التعويضية أو ضمن التاج التعويضي الواحد. الجلسة الثالثة راح تكون أيضا يعني بمسافة عن الجلسة اللي قبل، مثل ما حكينا من 1 لـ 4 أسابيع حسب نوعية العظم. هون بقى أنا ممكن بهاي الجلسة أنا بدي أحط التعويض النهائي ولكن بشكل تجريبي، وممكن بقى أدخل أستعمل الارتكوليتر شيت بسماكات مختلفة لحتى يعني اقدر ميز واضبط الاطباق حسب المبدأ او مفهوم الاطباق الحامي للزرعات. بعد ما اعمل هذا الشيء فانا ممكن انه اخذ صورة شعاعية لحتى اقيم وضع المكون التعويضي والعظم المحيط فيه. ايضا ممكن انا يعني حسب رأي بعض الباحثين فانا ممكن استعمل
صفيحة شفافة لحتى تخفف لي هاي الصور الشعاعية اللي حكينا عنها. لما بشوف بأنه في إجهادات زايدة عن الطبيعي عم يتعرض لها التعويض والزرع، وبالتالي تترجم بامتصاص عظمي يعني غير فيزيولوجي موجود، فممكن أنا هون إذا بدي أخفف هاي الإجهادات إحدى الطرق المطروحة بأنه أعمل صفيحة شفافة تقدر إنه تخفف لي من الإجهادات اللي عم يتعرض لها التعويض. إذا أنا عم نلاحظ بأنه البروتوكول هو عبارة عن يعني عدة طرق، عدة إجراءات أنا ممكن أقوم فيها بناء على ردة فعل العظم تجاه مكون التعويض اللي هو الزرع والتعويض الموجود ضمن الجلسة الرابعة والأخيرة. هي بتكون عبارة عن تقييم نهائي للمكون التعويضي مع تقييم للصحة اللي عم يقوم فيها المريض. أول شيء ممكن أنا قيمه هو ثبات التعويض. هلأ إذا حسيت بأنه التعويض يعني ثباته كافي، فممكن أنا أنه استخدم السمنت نفسه. لا، إذا الثبات ما نوع منيح ممكن أغير أيضا نوع السمنت. بدي أقيم أيضا الأطباق، بدي أقيم الصحة أو إجراءات الصحة الفموية والنظافة اللي عم بيقوم فيها المريض. بهي المرحلة أنا ممكن خلي المريض بقى يرجع الخضار والأطعمة القاسية، وممكن إنه أطلب من المريض مراجعتي خلال فترة 3 شهور لـ4 شهور. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، بعتذر إذا أطلت أو يعني شرحت بأمور كانت بسيطة ما في داعي لشرحها. إن شاء الله تكون خفيف الظل عليكم. كنت اليوم بدي أتشكر بالنهاية دكتور مازن، بدي أتشكركم إلكم، بدي أتشكر صبركم، وإن شاء الله بنكون بمواضيع تانية بلقاءات تانية إن شاء الله. شكرا لكم كثير.